أنا جدكم عبد المرضي عبد العظيم السيد السعداني، كنت طلعت على المعاش سنة 92 من وزارة التربية والتعليم موجه أول الفلسفة، وبعد كده اشتغلت ناظر يعني القسم السنوي في مدارس الـ ALS اللي هي اسكندرية للغات. درست أخدت الماجستير من جامعة اسكندرية وخدت الدكتوراه سنة 75 من جامعة طرابلس في الفلسفة، مسائل الرسم والفن والحاجات دي ليا قصايد بقول فيها باختصار الفلسفة مركبي والفن مجدافي، لأن طول عمري اتولدت بدعبس على القراية، ما اعرفش يعني كتب قصايد. انا في المعهد انا بكتب شعر، سواء شعر باللغة الدارجة او شعر باللغة الحديثة، ومثلت واخرجت وكتبت لإذاعة اسكندرية تمثيليات ونشاطات كتيرة. تشوف التكوين ده خشب انا نحته، مع دي هتلاقي اللي بتعبر عنه دي عبارة عن روحين مع بعض، ولذلك مش هتلاقي فيه تقسيم الوش ولا لا ملامح له ولا ملامح لها. انا بتكلم عن اي محبوبين واخدها في حضنه ازاي، والاثنين على الموجة الهادية بتاعت البحر، وحواليهم هتلاقي متقطع ورق جرايد محطوط، مش اي كلام، هتلاقيه كله مكتوب فيه. لو تقرب تلاقي مكتوب فيه عن الحب، يعني الحتت اللي انا قطعتها بتتكلم عن الحب كلها. وهتلاقي خلال اللوحة في نحت او في حفر على النحاس وعلى الالومنيوم. فترة من فترات كانت سادة حاجة مذهب في الرسم اسمه التكعيبية، اللي هي تبص تلاقي مستخدم، انت بتستخدم الخطوط، يا خطوط طولية او عرضية او نص دايرة او الى اخره. فرسمت في الاتجاه ده دي اسمها الدنيا. هتبص تلاقي الراجل شكل في شكل التصوف العدم بتاعة المتصوف اللي بتبقى في العمة بتاعته والجلابية الواسعة بتاعته، وبيحاول يمسك الدنيا، برمز للدنيا بمكعبات مختلفة اهي بألوان مختلفة، وهو بيحاول يلم الدنيا. بعدها هذا الاتجاه نفسه رسمت اللوحة دي. كان أبويا عليه رحمة الله توفى والحزن كان في قلبي، فسميتها المقابر. بص كده هتلاقيني راسم اللي واقف ومسك الوردة الرفيعة ومقسوم هو جسمه ما بين اللون البنفسج واللون الأسود، والمقابر شواهد مقابر محيطة بيه، بس كلها برضه بالخطوط الهندسية. ده كان اتجاه. عملت منه لوحات كتير ما عرفش راحت فين، وإن شاء الله يكون يعني هو حافظ لكم.